نزل معانا الرويال باس الجديد الموسم ال11 ورجعت معانا مهمات الرويال باس. فخلينا نروح على الرويال باس الاسبوع الاول. في مهمة موجودة في المهمات: صل الى المنطقة المخصصة وشاهد الاداء المميز 3 مرات في الدائرة المركزية. طبعا عشان تقدر تكمل المهمة دي محتاج ان انت تلعب مود الدائرة المركزية في خريطة ايرنجل. فخلينا نروح على خريطة ايرنجل ونشوف الاماكن اللي نقدر نلاقي فيها المنطقة المخصصة. اماكن المنطقة المخصصة تقدر تلاقيها في اثنية، المكان اللي انا معلم عليه بالظبط. مجرد ان انت هتنزل هنا هتلاقي مكان المنطقة المخصصة، ومطلوب منك انك بتشاهد الاداء المميز. الاداء المميز اللي هي المعركة اللي بتحصل بين وحش ايفنجوليان الجديد واللي هو الملاك السادس، الوحش اللي ضد بيبقى ايفنجوليان. بتنزل هنا وتبدأ تشوف اللي هو الاداء المميز. مجرد ما تنزل هنا 3 مرات خلاص كده انت اتحسبت معاك. اهم حاجة بس ان انت تشوف المعركة اللي موجودة وتنزل في منطقة يزنية. وبس ده كل حاجة بالنسبة للمهمة وازاي تقدر تلاقي المنطقة المخصصة. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، واسيبكم مع بقية الفيديو.